التحالف الثلاثي يستعد لمعركة حاسمة في ملف رئاسة الجمهورية، ففتح باب الترشح مجددا بالنسبة له ضرورة شاخصة لا بد لها أن تبصر النور تحت أي الظروف، فهي بالفعل باتت معركة وجود قوي لا هامشي في المشهد السياسي المقبل. قرار المحكمة الاتحادية الذي وضع كرة فتح باب الترشح مجددا للمنصب في ملعب النواب لا رئاسة البرلمان دفع الأخيرة إلى الدعوة لعقد جلسة برلمانية مطلع الأسبوع المقبل للبت بالقضية. وأي قضية؟ إنها معركة سياسية جديدة. الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أعلن للمرة الألف تمسكه بمرشح الحالي ريبر أحمد بعد استبعاد هوشيار زيباري بقرار قضائي من سباق الرئاسة ألمح إلى إمكانية العودة لمبدأ التوافق الكردي على مرشح واحد ينهي حالة الاستعصاء التي تكتنف ملف الترشيح. إذا اتفق الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يقدمون مرشح واحد وهذا ما نأمل بأن يتم. ثانياً إذا لم يتفقوا يقدمون مرشحين للجلسة القادمة ويكون سيناريو 2018 مكرراً وهذا غير مرغوب جداً يعني. ثالثاً سوف يكون مرشح الديمقراطي الكردستاني بصدارة وينسحب الاتحاد الوطني مرشحه ويتم العملية ويفك هذه العقدة المعقدة الذي يعاني بها العملية السياسية في العراق. وعلى الرغم من كل الظروف التي تحيط بالمشهد إلا أن البوصلة السياسية تشير إلى إمكانية التحالف الثلاثي تحقيق نصاب الجلسة والتصويت لصالح فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، خصوصا بعد استيفاء مرشحه الوحيد للمنصب ريبر أحمد لجميع شروط الظفر بالمنصب المهم بالنسبة له بشكل خاص والعراق بشكل عام.